البروفيسور إدغار شويري، عالم لبناني لمع في الفيزياء وعلم الفضاء ليحلق عالياً مع تفوقه. حمل شويري شهادة الدكتوراه في علوم البلازما من جامعة برينستون في العام 1991، وفي الجامعة نفسها صار مدير برنامج هندسة الفيزياء بالإضافة إلى مختبرات الدفع الإلكتروني، وعمل على صواريخ البلازما للمركبات الفضائية. وبتفوق كبير برز البروفيسور في الفيزياء التطبيقية في فرع الهندسة الميكانيكية والفضائية وفرع علم الفلك الطبيعي. أكثر من 100 منشور حول فيزياء البلازما وعلم الفضاء والرياضيات التطبيقية ألفها إدغار شويري، وأجرى تجارب الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية وروسية، كما عمل محققاً رئيساً على أكثر من 30 منحة بحث من النازا ووكالات حكومية أخرى. يقود إدغار شويري فريقاً كبيراً من الباحثين في مختبر برينستون ومراكز ناسا المتعددة في العمل على مشروع جديد لتطوير صواريخ البلازما التي تهدف إلى الاستكشاف الآلي والإنساني للمريخ والكواكب الخارجية. عضو في المعهد الأمريكي لعلم الطيران والفضاء وفي الجمعية الأمريكية للفيزياء، كما في الاتحاد الأمريكي الجيوفيزيائي وأكاديمية نيويورك للعلوم، هو أيضاً ممثل جامعة برينستون لدى الجمعيات المؤتلفة لناسا في نيو جيرسي. ولعبقريته في العلم وإبداعاته في التعليم، تسلم إدغار شويري الجوائز العديدة والأوسمة، وعن جدارة استحقها هذا العالم اللبناني الرائع.